انت تشوف اكو بوادر لانتخاب رئيس الجمهوريه بشكل قريب، ويعني الانسداد ينحل الا باتفاق كردي 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 كردي. الاتفاق الكردي اذا مضى بامكان ان تحل جزء من قضيه الانسداد السياسي، واعتقد تقريبا شبه صار اتفاق فيما بيناتهم، بس بعدها ما مقررينها. الاتفاق على بقاء السيد برهم له شخصية أخرى؟ لا لا، يعني أنا كنت أتمنى أنه الحزبين ما يطلعون نتائج اتفاقاتهم إلى الخارج قبل الاتفاق على يعني مثلا بعد الاجتماع الأول أعلن الديمقراط الكردستاني أنه مرشحهم الوحيد هو الريبر أحمد. طيب إذن هنا أنا ما معناه ماكو فرصة للسيد برهم صالح. نعم. الاتحاد ما أعلن عنه، فهذا الأمر حقيقة رح يعقد المشهد. مفروض الحوارات الجارية بيناتهم ما يعلنوها برا حتى رد الفعل ما تكون واحد ضد الثاني، لأن إذا صار اتفاق كردي كردي على رئيس الجمهورية، الاتفاق الشيعي ما رح يختلفون على رئيس الوزراء، فقط يبقى الاختلاف على المحاصصة بيناتهم الوزارات، تقاسم الوزارات. تقاسم الوزارات. بس هو يشوف احنا شفنا اكو تقارب كردي كردي باليومين الماضية، يعني بلقاء السيد جيرفان برزاني مع السيد بافل. صح. يعني ان شاء الله اكو بوادر، يعني احنا شفنا البادرة موجود واحنا نشجعهم على هذا الامر.